السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت جميل جدا، كل اللي عليك ان انت بترفع صورة معينة وبتختار يعني فكرة معينة او ستايل معين، يحول لك الصورة دي للستايل دي على اي فيديو. تمام، يعني خلينا نكبر الصورة ديت، تقدر تحملها كفيديو. دي اول فريم خالص، دي صورة معاذ، وبعد كده بدأ يوصلها للصورة ديت على هيئة فيديو. طيب خلينا نقول له كريت فيديو. كل اللي عليك ان انت تبدأ بصورة معينة، ترفع اي صورة، وبعد كده بتكتب له ايه الستايل اللي انت عايزه. يعني ممكن تقول له عايزه عربي فرعوني، اي حاجة انت عايزها، وبعد كده هو بيحول لك لفيديو، وبعد كده ممكن تضيف اي صوت لو انت حابب. تمام، خليني مثلا اختار صورة زي كده. هو كده رفع الفيديو، هقول له continue to prompt. برومت يعني ايه؟ يعني هتكتب انت عايز تحول لايه. تمام، اي حاجه بقى زي ما انت عايز. هو select subject، ممكن مثلا اهي الستايل بقى اللي انت عايزه. تمام، ممكن مثلا 3D render، كتب لك اهو الكلام، وتقول له بقى ايه دي سيتنج، عايزها كام ثانيه، ويبدأ يعمل لك الفيديو. للأسف الرصيد خلص، بس هي دي الطريقة وده الفيديو اللي خرج من التجربة. أنا عملت كذا فيديو، لكن هو ده الفيديو اللي عجبني. هسيب لكم الرابط في الأسفل، وياريت لو عندكم مواقع جميلة زي كده بتعتمد على الذكاء الصناعي سيبوها لنا في التعليقات.